هل تعتقد ان يعني مثلا الشناوي وصل لسن I will say one thing to correct. I was 11 years in Mons in first division. 11 years in Mons, yeah. Yeah, and 10 years. Wow. And 10 years in Charleroi. It's okay. Today is 24 years in the role in the first division. Yeah, it's a very good aim. الأمر اختلف على مستوى الوظيفة في الناديين. طيب. الشناوي وصل لسن، هل من الممكن ان احنا نرى الشناوي خلال السنوات القادمه بيحترف في اوروبا؟ نعم هو لا لم يكن كثيرا. الشناوي الان لديه الفرصه، هو في افضل نادي في افريقيا، هو في منتخب القومي، هو سعيد، هو سعيد هنا. ولما التغيير إذن؟ لديه الكثير ليفعله هنا. الأمر جيد أيضا لكرة القدم في مصر عموما، لمستقبل حراسة المرمى في مصر أن يتواجد الشناوي هنا في وسط المجموعة الصغيرة من السن. يجب عليه البقاء هنا ليعطي دفعة للحراس الصغار. Because the young people don't see the way that he works. Our حراس الشباب يجب عليها أن يروا الطريقة التي يعمل بها الشناوي والطريقة التي يتدرب بها. Everybody knows الشناوي in Egypt, of course. الجميع يعرف الشناوي في مصر. قبل برضو مسألك عن الشناوي، خلينا ناخد، لأنه الحقيقة في اسأل ميشيل يانكون جالنا كم كبير جدا من المسجز بتسألك، يعني في بيتنا كرة بيقولك سبب ارتباطك وحبك للنادي الأهلي وإيه رأيك في مصر؟ opinion I like Ali because أنا أحب الأهلي لأن الأمر ببساطة. The first is a family team. هو عائلة قبل أن يكون فريقا. The biggest team. هو أكبر فريق في أفريقيا. And also they are the first team in Africa and they stay in family. وأيضا إذا نظرت ستجد أنك متواجد في وسط عائلة، الأمر ليس غريبا عليك. أنك تشعر أنك في منزلك حينما تكون متواجدا في النادي الأهلي. Do you can work with a lot of energy. تعمل بمزيد من الطاقة. تعمل كأنك معلم ولكن تعمل كمزيد من الطاقة داخل النادي. That give me power. يعطيني القوة وال. To achieve results. لأحقق الألقاب. Even والبطولات. I know. Before that, a lot of pressure. حتى أني أعرف من قبل أن هذا سيزيد علي المزيد من الضغط، ولكن. What is football without pressure? ولكن ما هي كرة القدم بدون الضغط؟ You don't win when you don't have pressure. We don't win title. إذا لم يكن عليك الضغط المناسب لن تحقق الألقاب. Never pressure, never negative. إذا لم يكن هناك ضغط ستكون هناك سلبية. This is life. هذه هي الحياة.